يجتهد الناس في تطويق ابتلاءات الحرب المتمادية فيتعثرون، يفعلون ذلك وهم معتقلون داخل تضاريسها الموجعة، حتى أولئك المتفرجون عليها بحياء شديد صاروا جزءا من دورتها الدموية. أخبار الموت بالرصاص أو بسلاح الجوع أو الوباء هو العنوان اليومي الوافد من اليمن. لم يعد العالم يهتز لهذه الأخبار، لا قلقا معتادا حتى ولا دقائق صمت، لا تقوم غير الجنازات. العشرات يموتون يوميا، يذهبون إلى حتفهم قوافل. المنظمات الدولية تحذر من خطورة تفشي وباء الكوليرا، وتتحدث عن أرقام مهولة في كل من عدن ولحج وتعز وصنعاء وغيرها من المدن، بينما يخرج وزير الصحة ناصر باعوم ليتحدث عن ما يشاع من وباء. الوزير الحاضر في الإعلام، الغائب عن الواقع، بدا ثقيلا متغافلا، أو هكذا يصور للناس، وهو يطمئن الباحثين عن دور وزارته في إنقاذ أرواح المصابين والمرضى، قائلا إن الوضع مطمئن بشأن ما يشاع عن الكوليرا، متغاضيا عن صور هؤلاء الذين يصارعون الموت بالوباء نفسه. أكثر من 1000 إصابة معظمها مشتبه بوباء الكوليرا هو إجمالي ما سجلته منظمة الصحة العالمية حتى اليوم، التي دقت جرس الإنذار منبهة إلى احتمال انفلات زمام أرقام الإصابات بالأوبئة إلى عشرات آلاف الحالات. ليس الكوليرا الوباء الوحيد الذي أنجبته الحرب الدائرة منذ الانقلاب على الدولة في سبتمبر 2014، لكن أوبئة كثيرة حلت على اليمنيين واستوطنت أجسادهم وأمعاءهم، وكانت سببا في وفاة الكثيرين. سلاح الجوع أيضا لم يبخل عن حصد العشرات في مدن ومناطق الهامش، وخاصة في تهامة، الذاوية والمنسية. اختزلت الصور الوافدة الحضيض الإنساني الذي يعيشه اليمنيون، ووثقت لمجاعة لم تعد مجرد تهويل إعلامي، بل صارت واقعا يعيشه أكثر من مليون طفل يمني. وإذا ما طالت الحرب أكثر، لن تتأخر الأمم المتحدة في الإعلان أن جميع اليمنيين هم في حاجة إلى مساعدات لمنع موتهم جوعاً.